أكد رئيس الوزراء البيلاروسي جولو فيجينكو أن زيارته إلى مصر تشكل خطوة إيجابية لتعميق التعاون الثنائي بين القاهرة ومنسك. هذا وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أن البلدين حققا معدلات تبادل تجاري جيدة رغم العوائق المتعلقة بأزمات الاقتصاد العالمية، لافتا إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم بهدف تطوير العلاقات. هي زيارة تاريخية أقوم بها للمرة الأولى لرئيس وزراء بيلاروسيا لجمهورية مصر العربية، وسوف تكون خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين. بيلاروسيا ومصر حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم الاستقرار في العديد من المناطق في العالم، خاصة في المشكلات المالية والاقتصادية في العالم التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة. أود أن أقول لقد وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تطوير العلاقات بين مصر وستعزز من شروط التعاون بين مصر وبيلاروسيا. لقد بدأنا العمل المشترك الدؤوب للتعاون الصناعي والصناعات التكميلية وتجميع المعدات الثقيلة على أساس أيضا مصانع الجرارات الزراعية، وسوف نوسع من هذا التعاون في مجالات عدة.